الحل الأمثل للظفار منك يولي وشاش من كثرة الجيل بوليش والأكريليك المتكرر. ما بالا رقم واحد ورقم جوج، غنعطيك الطريقة الأمثل اللي ما غتشوفيهاش بتاتا إلا على هاد القناة وفي هاد الفيديو. معالجة، حماية، ومن موراها كديري اللي بغيتي في ظفيراتك. جيل بوليش إكريليك، عيشي حياتك. ما بالا كتبداي برقم واحد، كديري على ظفارك كيشكل واحد طبقة حماية. غير هو أهم حاجة، إلا انتي ناوية باغا تصبغي من بعد ما تقربيش للغاسين ديال الظفر. كنصبغ كنبعد على لاغاسين وعلى الجناب. صبغت برقم واحد مرة واحدة كوش واحد، كنخليه حتى كينشف، ثم غنجيب رقم جوج من بعد ما يكون نشف لي مزيان رقم واحد. جبت رقم جوج، غادي نصبغ فوق منه وغنركز على الجوانب ولا غاسين ديال الظفر ما نقربش ليها، باش من بعد الا جيت نصبغ ظفاري صبغه عاديه او جيل بوليش او الجيل او الاكريليك ما نلقاش فيه اشكال وما يتقشر ليش ولا يتقلع من بعد. غير الا انا ناويه باغا ندير الجيل بوليش او الجيل او الاكريليك ما يكونش في نفس النهار، تاني يوم. كنعطي الظفر فتره فين يستافد من العلاج اللي انا حطيت عليه، وبعد مرور 12 ساعه نحط اللي بغيت. هذا هو شكل الظفر بعد ما كنحط عليه معالج مافالا. على فكرة رقم جوج هو عبارة عن لون صبغة، يعني معالج وفي نفس الوقت كيعطيك لون. أحيانا أنا ما كنحط من موراه حتى شي حاجة، كنكتفي بالمعالج فقط لا غير، لأنه كيعطي لون زوين، لون لحمي. إلا تبعتوا هالطريقة اللي أنا كنستخدمها من سنين، عمركم ما غتعانيوا من هشاشة الأظافر بتاتا. مرة 12 ساعة ها أنا كندير الجيل بوليش ديالي على راحتي، ما عندي حتى شي اشكال، ونبدلها كل اسبوع، نبدلها كل اسبوعين، ما غاديش تضروا اظافري بتاتا. جربي وخلي لي التعليق ديالك تحت الفيديو. ما تنساوش لايك، اشتراك، تبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده، وشكرا على المشاهده.